السلام عليكم، مرحبا بالجميع. اذا كنت تمتلك حساب على لعبه فري فاير، لعبه ببجي، لعبه كول اوف ديوتي، وتريد يعني كمثال بعد الاسم او قبل الاسم تاجز، لكن هناك فراغ يكون بينهما، كيفيه عمل ذلك الفراغ؟ فقط تابع معي. طيب اخوتي الكرام، سنذهب اول شيء الى موقعنا الالكتروني wpeer.com. الان سنقوم بالبحث كلمه مسافه مخفيه، ومن ثم بحث. ننزل للاسفل، سنجد هذين المقالين، نختار المقال الاول، ننزل مباشره الى الاسفل، وهنا يعني يعطي معلومات عن كيفيه النسخ. طيب هنا ننسخ ما بين العلامتين الخضراء هكذا، هذه المسافة الصغيرة، وهذه المسافة الكبيرة. كمثال نأخذ هذه المسافة ونضغط على كوب، نخرج مباشرة، نذهب إلى لعبة الفري فاير. طيب أخوتي الكرام، دخلنا إلى حسابنا على الفري فاير، نضغط على خيار التعديل على الاسم، ومن ثم كمثال نكتب اسم خاص بنا. لاحظ معي ونقوم بوضع هنا المسافة العادية الخاصة بلوحة المفاتيح، وسنرى هي تعمل، هل هي تعمل أو لا. نضغط على خيار الدون، لاحظ معي أنها لا. طيب الآن أنا قمت بنسخ ذلك تلك المسافة، نقوم بوضع هنا بيست، ولاحظ معي أنها عملت، ولاحظ معي أن الطريقة ناجحة بالماء. إذا أعجبكم هذا الفيديو تنسوا دعم زر لايك زر متابع، تابعونا على قناتي على التيك توك اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، ودائما زوروا موقعنا www.peer.com. السلام عليكم.